كانت الملكة نازلي قد هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1947 بعد خلافها الكبير مع ابنها الملك، وظلت العلاقات مقطوعة بينهما، ولم يكن الملك فاروق يحب أن يأتي على سيرتها. حاولت أن تكلمه مرتين وهو في إيطاليا، ولم يرفع سماعة التليفون لكي يرد. كانت ترسل له برقية تهاني يوم ذكرى مولده، والمرة الوحيدة التي رأته فيها كان ميتاً، كان جثماناً. كانت تبلغ من العمر 71 عاماً، ولم يردعها المرض من تكبد معاناة 20 ساعة من السفر من لوس أنجلوس، لكنها كانت على اتصال ببناتها الأميرات.